لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا سلام يا شاهينية سلام الشاهينية الشاهينية تنتزع وتختطف لتضرب بيد من حديد على هذا الشوط وأما سبوق تسبق الشوط لا ضاق ولا بلاش من التعب والخسارة وسلام يا بن حزام سلام سلام يا راعي الشاهينية سلام تنتزع هذا الشوط الأول حمد بن عايض بن حزام تستاهل فوز الشاهينية وانتزاعها لشوط العمانيات البكار تستاهل خير وعافية أبو بركة هذا الفوز الكبير أكيد أنه يرفع المعنوية مع كل هذه الشعارات الحاضرة نعم صحيح أنه يرفع المعنوية ويبين مستوى السبوق في الشوط بالفعل وش سلالتها؟ الشاهينية بن شاهين بن ثعلوب ومها بن جبار ومشاركاتها قبل انتزاعها لشوط العمانيات اليوم؟ مشاركات تجهيزية والآن عندها منافسات على السيارات كيف كان مسار البكرة في الشوط؟ البكرة تقوم وراء في نصف المسافة تدي الواجب اللي احنا نبغيه منها تستلم المقدمة عندك هو النص كم كان معها معها 41 ذلول 41 ذلول فوزها على 41 ويعني وراها 40 بكرة كلها سبق كلها سبق واللي ما أخذها سيارة واللي ما أخذها سيارتين واللي منافسة على الرمز مشاركة البكرة في المحلي الأول والثاني كانت مشاركة تجهيزية ما طلبنا منها شيء والحمد لله رب العالمين جات عضة الحين أنتوا فايزين وعلى القمة المحافظة على القمة صعب أكيد أن العبء مضاعف بعد فوزها اليوم اللي عنده مثل الشاهينية بيحافظ على القمة إن شاء الله بشوف إن شاء الله تشارك في المحلي الرابع ولا في المؤسس إن شاء الله بتشارك في الرابع والمؤسس الله يوفقك وجعلنا مسلم دائم وهذا الفوز إنه مسلم أنت هذه المعركة سالم بن جابر وفرج بن جابر الحنزاب والجميع مشجعين الشعار شوميلة